رئيسة ومؤسسة لجمعية جود لمراعاة المتشردين في 5 المدن ديال المغرب اللي هما الدار البيضاء والرباط وطنجة وجديدة ومراكش. قررنا نضموا هذه الحملة التحسيسية ضد السعاية ديال الوليدات الصغار من بعد ما شفنا النتائج اللي كيوصلوا لها، وحنا في الزنقة كنعالجوا التشرد اللي هو نتيجة لظروف عاشوها هذوك المتشردين قبل في حياتهم، وعدد كبير منهم من اللي كانوا دراري صغار وكانوا كيتستغلوا في السعاية. قلبنا في الأول على الأرقام باش نفهموا القياس ديال هذه الظاهرة. تخلعنا من النتائج اللي لقينا ملي كنعرفوا بأن مندوبية التخطيط كتقول بلا مغربي من 150 كيسعى في الزنقة، بلا العدد ديالهم 196 ألف متسول، منهم 62% داروا السعاية وظيفة رسمية. هاد الأرقام حطوهم مندوبية التخطيط في 2007، هادي 14 عام. اليوم حنا شايفين كلنا وعارفين كلنا بالله اللي كنا كنشوفوا في الكروازمون واحد ولا جوج، ولينا كنشوفوا 10 و15. 100,000 متسول محترف، عدد مهول. عندنا أرقام أخرين اللي صرحنا بهم حتى هما. لهاد الأسباب وباش ما نوصلوش للنتيجه ديال التشرد، قررنا نديروا هذه الحمله التحسيسيه باش نفسروا للناس المجتمع المدني هاد السعاي اللي كيبقى فينا وكنعطيوه، شحال كيربح وكيفاش كيربح، كيفاش ما محتاج. هذاك اللي كيسعى في الزنقه كيدير على الاقل 12000 درهم اللي كيجيب لينا دري صغير كيستعطفنا به، 12000 درهم في الشهر. كيفاش ما عمرني ما قدرت نقنع شي واحد كيسعى في الزنقه ولا شي مراه باش يخدم وطبيعي ما يقبلش خدمه بسميك وهو لاقي 12000 درهم بارده على حساب داك الولد، على حساب كرامته، على حساب مستقبله اللي كيضيعوا ليه، زياده على انني كنشوف بانها جريمه في حق داك الوليد الصغير وهو ولد 4 سنين تعلمو يمد يديه ويطلب الصداقه. ملي بدينا كنظموا هذه الحمله التحسيسيه شفنا بلا اول حاجه خصنا نديروها هي نبينوا المعاناه ديال الوليدات اللي كيستغلوهم في السعايه في الزنقه. وملي جينا شفنا سينياتور برودكسيون اقترحوا علينا انهم ينتجوا لنا هذا الفيلم. الحمد لله قدرنا ناخذوا المشاركه ديال خديجه اسد وهند السعديدي، وكانت النتيجه في المستوى اللي كنا كننتظروه احنا، وحتى من بعد ما طرحناه لقى إقبال وصدى كبير. فعلا تفاعلوا الناس بزاف مع الحملة ديالنا، لقات صدى واسع. هذا الشيء كنا خططنا له والحمد لله وصلنا له، هو أنه يتفاعلوا ويعطيوا الرأي ديالهم. كاين الناس اللي متفقين معنا على ود عارفين هاد المشاكل وكيفاش كيتستغلوا داك الوليدات، وكاين الناس اللي عن حسن نية أكيد تيبقاو فيهم داك الوليدات ولكن راه ما فاهمينش حقيقة الأمور، ما فاهمينش كيفاش داك الوليدات كيستغلوا وكيضيعوا، وما فاهمينش كيفاش دوك الكبار كيربحوا على ظهرهم أموال طائلة ملي كنعرفوا بلا الآباء اللي كيستغلوا ولادهم كيديروا مدخول ما لا يقل على 12000 درهم في الشهر. راه مستحيل تقنع شي حد يمشي يخدم وهو كيصور 12000 درهم في الشهر. هادوك الناس اللي كيسعاو في الزنقه ماشي هما الفقراء، عندنا الفقراء، عندنا المحتاجين. كنهضر على اللي كيجيبوا لنا تحت عينينا وليدات صغار باش يستعطفونا، اللي هو كبير في العمر وما يقدش على الخدمه راه باين، اللي هو معوق راه باين، ولكن باش يحرموا ولد من القرايه ويعلموه يخرج يوميا يسعى ملي كيكبر ما كيكون غير سعاي، وماشي هما هذوك الفقراء كنقولها وكنعاود.
الناس اللي محتاجين الصدقه اللي كنعطيو ماشي هما هذوك اللي كيجيو يوقفوا علينا في الزنقه، لا، كاينين عدد كبير ديال الفقراء وجههم كيغلبهم وما كيطلبوش الصدقه، هذوك اللي كيمشيو يوقفوا في الموقف ويديروا شي خدمات شاقه على 50 درهم و60 درهم دايزه فيهم، هذوك العيالات اللي كيعجنوا البغرير وكيحطوه في الزنقه دايزه فيهم. الا بغينا نصدقوا يمكن لنا نمشيو لاي بيسري في حي شعبي وغادي نشوفوا الكارنيات ديال العائلات اللي كيتسلفوا ما ياكلوا، نحيدوا عليهم داك الكريدي. الا بغينا نلقاو اللي محتاجين ونوصلوا لهم الصدقه ندوزوا من حدا اي سبيطار عمومي ونشوفوا الناس اللي طاح عليهم المرض على غفله وما لقاوش باش يخلصوا العمليات والدوايات. كنتمنى من المغاربه كاملين ما يبقاوش يعطيو لهاد الوليدات رحمه بهم باش نخليو لهم فرصه يقراو، ولا كاع الا ما قراوش يتحطوا عند شي معلم اللي يتعلموا عنده شي حرفه اللي يعيشوا منها. ما يمكنش نبقاو نستغلوهم في السعايه، راه كيكبروا وما كيبقاوش يدخلوا فلوس ملي كيوصلوا لواحد العمر وكيبداو نقولوا ليه سير تخدم، اش كيدير ما عرف حتى خدمه، كيكري وليدات صغار اللي يسعوا عليه. الأغلبية الوالدين هما اللي كيخرجوا يسعوا بولادهم وأصلا كيولدوهم باش يسعوا بهم باش يضمنوا تحقيق أكبر مبلغ ممكن. وكاين عدد ديال الناس اللي ما كيبغوش يخرجوا يسعوا بولادهم ولكن كيكريوهم لشي واحد اللي كيعرفوه غادي يخرج يسعي به، وكاينه في بزاف ديال الأحياء ودايرين لهم طريفة ديال 150 درهم للنهار. يعني أن هذوك الوالدين هما ناعسين في ديورهم من ذاك الولد غادي يضمنوا لراسهم خلصة شهرية 4500 درهم اللي أنانية منهم، وباش يفكروا غير في راسهم وفرحتهم هما غادي يكريو داك الولد الأرقام اللي عطات وزارة التخطيط كتقول بالله 27% عندهم قل من عام واحد. هذاك الولد مول عام راه كيبكي تيبغي يلعب كيبغي يبدل ليكوش كيبغي الرضاعه راه كينعسوه، الكميه ديال الدوايات اللي كيشربوه ديال النعاس كتولي مخدر، طبيعي انه واحد الوقيته كيبدا يقلب على المخدرات. بزاف ديال الناس تيقولوا بالله المسؤوليه ديال السلطات والمشكل ديال السلطات. لا، السلطات ما غاديش تقدر على هذا الكم. واش عندنا فين نحطوا 100,000 سعاي محترف في الحبس؟ واش عندنا البلايص ليهم؟ ونحطوا كاع داك الاولاد في الخيريات، واش عندنا البلايص؟ لا، ملي غادي نبداو نحطوا هاد المئات ديال الالاف ديال هاد الناس في الحباسات وفي الخيريات ويوليو عاله على الدوله وفلوس الضريبه ديالنا في بلاصه ما يتحطوا في بناء مدارس، بناء سبيطارات، لا، نبداو حنا كنبنيو في الحباسات، اش من رباح عندنا؟ الدولة دايرة اللي عليها، حنا المواطنين ما كنعاونوش، حنا كل كنا ما كنعطيوش، ما غاديش يكون داك العدد كله في الزنقة. إلا بغينا هاد البلاد تمشي للقدام، الدولة فعلا خاصها دير خدمتها، ولكن المواطن خاصو يعاون الدولة باش نقدروا نزيدوا لقدام. وزارة التضامن نظمات حملة مع وكلاء جلالة الملك في 2020 يلا صرحوا بها في شهر اللي فات، كيقولوا بالله عتقوا 142 طفل من الشبكات ديال هاد السعايا اللي كيستغلوهم مهنيا يوميا بهذا الشكل. مزيان عوالين يعموها بعد ما داروها غير على المنطقة ديال الرباط سلاتمارة، عوالين يعموها على المغرب كامل. غير ملي كنعرفوا الأعداد ديال هاد الناس ما غاديش نتسناو الدولة تهزهم كاملين تحطهم في الحبس، خاصنا حنا ما نعطيوش ولا ما عطيناش غادي يقل العدد ديالهم. ماذا بينا نلقاو في الزنقة غير اللي محتاج بالصح؟ ماذا بينا يتعاونوا غير هذوك المتشردين اللي واخا كيباتوا في الزنقه ما كيمدوش يديهم كيقلبوا في طروات الزبل على القراعي ديال الميكا وعلى الكارتون اللي يقلبوا فيه البيع؟ الناس اللي مضرورين واللي محتاجين ما كيرضاوش يمدوا يديهم. هاد المشكل تفاقم بواحد الشكل اللي نظريتي السلطات بوحدها ما تقدر دير والو.
ولا بد علينا حنا المواطنين نعاونوا السلطات ونعاونوهم بما نعطيوش لاي واحد جهاز دري صغير، ولا ملي نشوفوا دري صغير جاي كيسعانا.